مشاركات خاصة في مشاركات هذا اليوم بالنسبة لتأهيل لكأس الخليج. نسير لننتقل إلى أول المراكز وأول الانطلاقات، والستة كيلومترات حاضرة بالمنافسات وتخطيط وتكتيك الأخوة الملاك والمضمرين. شرف من تحتل الصدارة الأولى، سيف بن محمد بن زايد الخيارين يحتل الصدارة الأولى وينطلق إلى حيث المركز الأول ليحمل هذا الشعار، شعار الرموز وشعار السيوف. بينما نسير إلى المركز الثاني لننتقل إلى الوارية، محمد بن صالح القمر المري يحتل المركز الثاني. أما المركز الثالث اللي وصلت وخذت المركز الثالث هذه شاهينية، سالم بن سلطان بن رشيد السويدي يحتل المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى تواجد ناصية، ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يحتل المركز الثالث أو الرابع في هذه الانطلاقات. ننتقل إلى خلود من تحتل المركز الخامس، تعود ملكية لمكتوم بن الشيبة السبوسي يأتينا مشاهدين الأعزاء محتلا للمركز الخامس في هذه الانطلاقة. أما المركز السادس فوصلت الكدرية لتحتل المركز السادس بشعار محمد بن حمد بن فطيس المري. والمركز السابع، المركز السابع هناك صيت يأتي مشاهدين الأعزاء شعار صعب المضمرين، ويأتي سلطان بن مطر بن مرخان ليحتل المركز السابع. بينما المركز الثامن اللي وصلت الآن براقة خليفة بن حمد بن سليم الاكتبية تواجد هنا في هذه اللحظات ليحتل المركز الثامن. والمركز التاسع، المركز التاسع شعار بن حمودة يقدم لنا غزوة. هنا يأتي علي بن حمودة بن علي الظاهري في المركز التاسع، وآخر المراكز المنطلقة هناك تريف في المركز العاشر، تعود ملكيته لمحمد بن ناصر بن مسفر الشهواني يحتل المركز العاشر. بينما في خلف المركز أو بعد المركز العاشر هناك سيل من الأبكار الثنايا المهجرات الأصايل في انتظار دورها وتدخلها في اللحظات المناسبة التي يختار لها المضمر أو المالك والمتابع لها في انطلاقات هذا الصباح. نعود إلى البداية ونعود إلى المراكز الأولى في تحركات قوية وتحركات سريعة بالنسبة لسن الثنايا مع بداية الستة كيلومترات. عودة إلى البداية وصدارة هذا الشوط، هذه اللي تقدمت، هذه اللي راحت الشاهينية. سالم بن سلطان بن رشيد السويدي أيها الحبل الكريم يتقدم إلى المركز الأول ويشير هناك إلى انطلاقتها إلى صدارة هذا الشوط، معلن الحضور والتواجد في هذا الصباح. بينما المركز الثاني، نقل إلى المركز الثاني وثاني المراكز من خلال هذه اللحظات، تسير ناصية، ناصية تسير إلى المركز الثاني، ويأتي أيها الحبل الكريم ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يحتل المركز الثاني في هذه الانطلاقات. المركز الثالث، النقلة التالية على المركز الثالث ليأتينا شعار القمرة، ويأتي مع الواري 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 محمد بن صالح بن حمد القمرة يأتي ليحتل المركز الثالث أيها الحبل الكريم. أما المركز الرابع فتتقدم من خلاله خلود في هذا الموقع، ويأتي مكتوم بن الشيبة السبوسي في المركز الرابع أيها الحبل الكريم. مشاهدينا الأعزاء ننتقل إلى المركز الخامس، والمركز الخامس هناك تتواجد شرف وتعود ملكية شرف لزايد بن محمد، لسيف بن محمد بن زايد الخيارين من يحتل مشاهدين الكرام في المركز الخامس في هذه اللحظات على لائحة الشرف لمستوى هذا الشوط. نشوف المركز السادس ونتابع هناك التدخل السريع من قبل الكدرية، الكدرية محمد بن حمد بن فطيس المري يقدم لنا الكدرية. المركز السابع الآن النقلة إلى تواجد صيت، ويأتي هنا سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم صيت في المركز السابع. بينما المركز الثامن، المركز الثامن تصل غزوة، علي بن حمودة بن علي الظاهري ياتينا في المركز الثامن. المركز التاسع الآن وصول اسم جديد، وهذه المائدية أحمد بن علي بن حميدان من يتواجد على المركز التاسع أيها الحبل الكريم. المركز العاشر تدخل الآن من قبل النايفة لعلي بن عبد بن علي العويسي الآن وصل وخذ المركز العاشر. هذه العشر المراكز
الأولى من خلال هذه الأسماء، من خلال هذه التحديات، هذه العشر الأسماء، العشر المنطلقة، العشر الباحثة عن الناموس والباحثة عن الانطلاقات اليوم في تأهيل كأس الخليج لهذا الموسم في نسخته الخامسة. ونعود إلى البداية ونعود إلى خلود من تتقدم هناك على صدارة هذا الشوط، ليأتينا مكتوم بن الشيب السبوسي ليسير إلى أول المراكز، أول المنطلقين وأول الباحثين عن هذا الناموس في تحدي المثير وفي تحدي خطير. بينما المركز الثاني، المركز الثاني ناصية، ناصية تتواجد في المركز الثاني أيها الحفل الكريم، وناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي من يتواجد على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث كدرية محمد بن حمد بن مشيط المري وصل ليقدم لنا الكدرية. المركز الرابع أشوف التسلل، أشوف التسلل هناك من علي بالعبد العويسي ليقدم لنا النايفة. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام أشوف الأسماء اللي وصلت وحضرت، أشوف الأسماء اللي وصلت وحضرت ويمكن تسبب زعزعة في انطلاقة هذا الشوط. المركز الخامس سيب محمد بن زايد المطوع الخيارين يحتل المركز الخامس، وسادس المراكز صيت سلطان بن مطر بن مرخان. المركز السابع هناك غزوة علي بن حمودة الظاهري. هذه الأسماء اللي حضرت ووصلت، هذه الأسماء اللي تقدمت مشاهدينا الكرام. لكن أعود إلى البداية، أعود إلى صدارة هذا الشوط، معلنة خلود بأنها تتواجد في المركز الأول لتتجول وتأتي بالناموس في هذه الانطلاقات. خلود تعود ملكيتي لمكتوم بن الشيبة السبوسي على صدارة هذا الشوط. لكن المركز الثاني الكدرية و1200 على خط النهاية، 1200. والمركز الثاني الشاعر بن فطيس يتقدم إلى المركز الثاني، محمد بن حمد بن فطيس المري وصل خذ المركز الثاني. لكن النايفة، النايفة واصل النايفة أيها الحفل الكريم، وشوف النايفة طايفة. هذه النايفة علي بالعبد العويسي إلى المركز الثالث، المركز الرابع هناك غزوة علي بن حمودة الظاهري وصل خذ المركز الرابع. هذه الأربعة اللي يتجول بينها الناموس، يتجول بينها المراكز الأولى. الكل يبغي توقيت هذا الصباح، توقيت هذا اليوم. لكن النايفة خلود، النايفة يا سلام يا سلام، هذه النايفة علي بالعبد العويسي أيها الحبل الكريم انتقلت، انتصرت في مستوى هذا الشوط، تقدمت في هذا اللقاء من خلال وجوده على المركز الأول. وتحيات وسلوم مع النايفة، النايفة علي بالعبد العويسي الآن هو المسيطر ومتحكم بقبضة الشوط الأول أو المركز الأول. لا زال يسير إلى صدارة هذا الشوط وناموس هذا الشوط. الله، هذه النايفة، النايفة هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء. النايفة علي بالعبد العويسي، سلام لأهالي السلطنة، سلام لأهالي جعلان. لكن خلود تحاول، خلود واللحظات الأخيرة مكتوم بن الشيبة السبوسي. نشوف ند الشبة راحت. إذا مشاهدي الأعزاء ند الشبة الرابعة راحت لتودي التحية والسلام. يا خلود، يأتي مكتوم بن الشيبة السبوسي لينتزع المركز الأول. سلام ند الشبة، سلام على هذا الانتقال وهذا التحدي الجميل. المركز الثاني النايفة علي بالعبد العويسي يقدم النايفة في المركز الثاني. المركز الثالث صيت سلطان بن مطر بن مرخان. رابعا غزوة علي بن حمود الظاهري. وخامسا المركز الخامس، هذه مشاهدي الاعزاء شرف سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هكذا ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء اسمانا اللي انطلقت وواصلت مسيره التحدي والنجاح ومسيره الفوز والانتصار، حيث كانت خلود على الموعد في انتزاع المركز الاول وناموس هذا الشوط لمكتوم بن الشيب السبوسي. 9 دقائق 28 ثانية، 6 أجزاء من الثانيه تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وعلى تقديم الصورة المشرفة والجميلة والرائعة في التنافس. المركز الثاني النايفة 9 دقائق و29 ثانية، جزء 1 من الثانية، تهانينا والناموس للسيد علي
بل عبد العويسي على فوز النايفة بثاني المراكز، بينما اللي حلت واحتلت المركز الثالث مشاهدين الأعزاء في هذا اللقاء وهذا التواجد صيت سلطان بن مطر بن مرخان. 9:33 5 أجزاء من الثانية والتوقيت الزمني. تهانينا والناموس.